أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة اليوم بعمان أن المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تشدد على ضرورة الامتناع عن كل ما من شأنه تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية وما ينتج عن ذلك من جر المنطقة نحو المزيد من التأزيم والتوتر. أوضح بوريطة في كلمة خلال الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة أن استفحال الممارسات المشينة واللامشروعة في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك مرده انتشار خطاب الكراهية المقيتة لأفراد وجماعات متطرفة تدعي أحقيتها في المسجد وحائط البراق رغم أنهما تراث إسلامي خالص حسب قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. وأكد بوريطان المساس بالوضع القانوني القائم في مدينة القدس والحرم القدس الشريف ومحاولات تشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وتكريس ذلك كجزء من المواقع اليومي أمر مرفوض وينبغي أن يتوقف خدمة للسلام والاستقرار.